زملاء دراسة وأبناء قرية واحدة اجتمعوا على حب الخير بإطلاق مبادرات تضم أبناء الدفعة الدراسية الواحدة تستهدف مساعدة المحتاجين والفقراء. أصدقاء مدرسة من الابتدائية الإعدادية للثانوية، بعد كده جت فترة الجامعة فرقتنا، خلت كل مجموعة راحت في اتجاه، بعد كده سوق العمل. من هنا بدأت فكرة إن إحنا ليه ما نستغلش التجمع ده في المشاركة المجتمعية وفي العمل الخيري في البلد، في مساعدة فقراء، في تيسير زواج. أقدر إن أنا أسعد أسرة وإن أنا أدخل السرور عليها في موسم زي موسم رمضان، موسم زي موسم العيد الأضحى، إن أنا أشارك ده حاجة بالنسبة لي، حاجة أنا ببقى سعيد إن أنا بشارك فيها. لم يكتفي هؤلاء الشباب بجمع التبرعات فقط، بل كانوا جزءاً من منظومة العمل الخيري التطوعي التي تتزايد في مناسبات كعيد الأضحى، يشاركون بأنفسهم في تجهيز وتوزيع الأضاحي رغبة في نشر السعادة على أكبر قدر من الناس. عيد الأضحى مثلاً يومياً هتلاقي شباب، يعني في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة مثلاً يومياً تلاقي شباب متواجد في الجمعية، خاصة يوم العيد. في حد هنا بيتم الذبائح بيذبحها، وفي حد بيلم جلود الأضاحي من البلد في القرية داخل، وفي حد بيبدأ يسستم الشباب على مثلا ايه، انت هتقف مع العربية ديت مثلا ومعك شاب تاني، فبيبدأ يقسم الشباب عشان كل واحد يمسك منطقة في البلد، ونبدأ نجيب اللي هو الجلود ونجيب اللحمة من البلد. رغبة هؤلاء الشباب اجتمعت مع حاجة المؤسسات الخيرية في قريتهم إلى متطوعين يعملون على سد احتياجات الفقراء، مما حول الأمر إلى منظومة تكافلية دائمة تعمل على مدار العام، تاركة أثراً عميقاً في المجتمع المحلي. في ناس متبرعين كتيرة بتيجي توزع، بتتبع عندنا وتوزع لهم عندنا للأسر، فالشباب موجود معنا طبعا. مين اللي يعمل كل الأدوار دي؟ الشباب طبعا. يعني أنا مثلا بيجي لي كميات مثلا من الأضاحي فبتبعها ووزعها الأسر في نفس اليوم أو تاني يوم أو تالت يوم. كل الدفعات دي جابت خير كتير قوي للمكان، وعم على الأيتام وعلى الفقراء وعلى معظم حالات كتيرة جدا جوه البلد ما هيش متسجلة، وحالات كتيرة جدا مثلا اتبنى لها بيوت وتسقف لها أسقف وأجهزة جات وحاجات أساسات أثاث منزلي جالهم. إلى جانب توزيع الأضاحي تتعدد أنشطة هذه الجمعيات الخيرية، من بناء وتسقيف المنازل وتوزيع المساعدات المالية والعينية على الفقراء، والتي تعتمد بشكل كبير على التبرعات القادمة من مبادرات كهذه. جهود تطوعية تعزز قيم التعاون والتكافل في المجتمع المصري، وتسعى لإحداث فرق كبير في حياة الناس، لا سيما الفقراء والمحتاجين. مبادرات خيرية تجد في مناسبة كعيد الأضحى فرصة لنشر السعادة والأمل. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة.